السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع هو Short Shunt Compound Generator، المولد المركب من النوع القصير. الدائرة المكافئة، في هذا النوع من أنواع المولدات ذاتية الإثارة هناك نوعان من اللفائف، لفائف التوالي بمقاومة RSE، التيار المار فيها هو IL، لفائف التوازي بمقاومة R-Shunt، التيار المار فيها هو I-Shunt. معادلة التيارات IA تساوي IL زائدا I-Shunt. معادلة القوة الدافع الكهربائية EA تساوي VL زائدا IARA زائدا ILRSE. V-Shunt تساوي VL زائدا ILRSE. I-Shunt تساوي V-Shunt على R-Shunt. شكرا جزيلا.